كيف نؤمن بالملائكة عليهم السلام؟ الملائكة هم عالم غيب غاب عنا لا نراه. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل عليه السلام. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم مثل لا يعصون الله ما أمرهم. ونؤمن بكل خبر جاء به الكتاب والسنة عنهم. نعم.